لو طالت المسافات انا والامل اخوات وثالثنا كان الليل ده انا ليا فيها النيل وليها فيا الروح ما اخترتش اني اروح ما انا جوعي كان كفران ملعون ابوك يا طموح اخرك تشوفني كفيل لكني مش قلقان. اللي عنده حلم لازم يمسك فيه لازم يحميه وعمره ما يخلي حد يقوله انت مش هتعرف تعمل حلمك في يوم من الايام وعمره ما في يوم من الايام يقول ان هو معرفش يحقق حلمه عشان خاطر ده ولا ده ولا ده. انا احمد حجاجوفيتش رحالة والمغامر المصري. استنوني ان شاء الله يوم الخميس في صفحة جديدة مع منار قدري ومحمد عادل على راديو رابية. اشوفكم على خير. تذكرتي رايح جاي صفحة جديدة كل يوم خميس من 8 ل 10 مع منار قدري ومحمد عادل فقط على راديو رابي.